নারী তার তুই বাড়িতে কেমন যা আছে تمشي مثل البنات اللي تقوم ما كمل جامعتي بس ما اقدر اقوم ما كمل جامعتي والله حتى المدرسين كانوا يقولون درجاتك عالية درجات عالية وصلت انا وتعبت اريد اكمل واتخرج حتى ما اشوف الله حتى ما اشوف والله دمرني يعني هذا الفيديو وين شفته انا كل اللي اقدر اقول لك اياه يعني سودة علي يا بابا والمفروض الناس اللي الله مطيها ومن مال حلال الدنيا ما تسوى بكل تفصيلاتها ترى صدقوني رحلة حقيرة بسيطة ما نعرف بأي ساعة من الساعات تنتهي وسنكون كلنا أمام الله أنه اللي الله مكنا هاي البنية شابة حليوة طفلة طموحة تريد من الخيرين أنه يعاونونها يسوي لها عملية حتى تكمل جامعتها يا أخي شنو هالشعب المبدع هذا معدلها عالي هاي البنية ومعوقة وشفتوا ابن فلاح يكرب ويحرث ويحصد ويلم وجاب معدلات عالية سجين بالسجن ويجيب معدل حتالي وزير التعليم العالي وينقبل طب وينقبل من المجموعة الطبية يا أخي والله عندكم شعب حري بكم وبنا أن ننحني له مبدع بس لو توفروا له شوية إمكانيات أن تطون شوية اهتمام تبطلون هاي شغلة الخطابات والخبن والسوالف قال الشيخ وحكى الحجي وجت الانتخابات وصار واحدكم لسانه هالطولاته انا ما اريد هذا اللسان يصير هالطوله بالخطابات والهتافات السبجه مالتكم الممله انا اريد حركه على الارض لما نجم الربيع يجيب والاعلام الشريف الثاني يجيب والاعلام يجيب ان ترعون دول الناس دوله الرئيس ما ادري مكتبك الاعلامي يقول لك ما يقول لك السيد وزير الصحه الخيرين أقول أصحاب المال الحلال مو أصحاب المال الحرام لأنه صارت عندنا إمبراطوريات مالية من المال الحرام تشوفون هاي البنية وغم ذاك الوقت وأمد ذاك الوقت وطاحظ هذا الزمن اللي أنا أعرض عراقية تبكي تتوسل بس البي غيرة منين أجيب أن تتكمل جامعتها تتكمل جامعتها شوف دموعها أنا والله أتمنى بابا بتي دزيلي رقم تليفونك انا ما عندي رقم تليفونك بابا دزيلي رقم تليفونك وانا اشحد باسم الطيبين وباسم الانسانيه من كل عراقي غيور انا اعاونك حتى تكملين كليتك شفتوهم شلون معوقين واحسن من عندنا متمسكين بالحياه يردون يسوون هذا العراقي اللي ما عرفتوه ولا راح تعرفونه بيوم من الايام لانه انتم بهاي الحياه ما تندلون غير اثنين الدرب للقاسات وتبوقونه وتندلون جيوبكم مع احتراماتنا للشرفاء أريد أسمع الأسبوع الجاي واحد منكم يقول يمي هاي يمي سيد وزير الصحة الشرفاء بالحكومة هاي العراقية هاي بنيتكم بشواربكم إلى أهل الغيرة أريد واحد يقول لي أنا أطيبها أنا أعالجها برا وبالخارج